الاخوان كما كتشاهدوا معنا ما كنتواجدوا في وثاق مقدم منصور احبوس معنا الشيخ الشرقاوي انا عندي الاخويا كنقدم منصور احبوس والخزانة ديال الشرقاوة وهذيك الخطوة الزاوية ديالنا والشيخ على الشرقاوة بالنسبة معنا نائب ديال أرض الجموع معنا سيدنا المنصور ديال نائب ديال الجموع والخزانة ديال القياس معنا سيدنا محمد بن عبدو معنا القدم الهلالي الشيخ منصور الإطلاق معنا السي العربي معنا الرئيس معنا الجماعة كاملة الجماعة ديال المقدمين منصور أحبوس الله يقويكم ياسر الجماعة ديالنا ديال الجماعة الزاوية والله ينصرو الله يسوي شديد جماعته بسم ديالنا الشرقاوي اللي هو ما كيتخلاش علينا دائما معنا الشرباء ديال النهار وعبد الخزانة المطيع هو محمد العلام ما يجيبهاش ولا لا والمجموعة كاملة الله ينصرهم الله يزيد بلال بزاف الحاج بغيت نسولك واحد السؤال من اللي كيقرب في الموسم بغيت نعرف الاحساس ديالك عاد اللي الناس داكشي ديال الناس تقرب الموسم كنسمعوا فيه شحال من الوقت بلا ما تحس الحال نعم بلا ما تحس لا بلا ما تحس يعني داكشي اللي كيديروا كنحطوا كنجيبوا الخيل ديال شنو راه كنمشيو حتى حال ديال الوالدين ولا الجدود الصباح سيدنا ما تكون الصربه جايه ديال المقدم ديالكم كنت تتفرج الشعار ديال قول لي متي ندهن المقدم تيكون ناصف راسنا شنو الشعور ديالك باش تحس؟ مابقاش واعي كنفكر تجي القرصة زينة صافي الجمهور يفرح ما تكون زينة وتكون مليحة كنفرحوا كاملين أما ماشي على هاد الشربة أي شربة مليحة كنفرحوا ليها لا كاع ما الخا كنفرحوا ليهم كنحبوا من قلوبنا ما الخا كاملين كنقدم لك محمد بن عبدو كنشكر الحد جماعة الناصرة صباح الخير ديال الناصرة عزيز لينا وحبيبنا وباري باري من الخبارة شغل شعبي وقاعد معنا وخزانة عندي شي نصيحة للشباب اللي كيقولوا واش نصحوا زوينين ملاح لا اي واحد ضرب قالوا لي تفرحوا لي يا عمي في هذه المهرجانات هذو اللي تيكونوا معاكم فيهم على الخيل بصراحه هذا انا شخصيا تيعجبني هذا كاين شي مهرجانات شنو الراي ديالك المهرجان اللي تيديروا فراجه بلي وتيكون الخيل بالنهار وما تعطيوش اهتمام مولا للخيل لا عندنا حنا غادي بالفراجه مولا للخيل اللي جا من الشيخ معدنا مغرض علاقه لنا بوحده صح كاين شي مهرجان مولا للخيل مولا للخيل كيسيو بحال الطلبه هذا مولا للخيل كيركبوا بلا وكيلي طالب حامس كيلحس تما فقيه كيجيب عاود مع جماعته كيرتاح كيبغي يرتاح تيبغي يخسر مع الجماعه يضحك يلعب يكوبوش صافي هادشي اللي غرض لنا عندنا في الخارج هذا تلعب الضربه والركض كل زينه عرفت كيفاش كيمشي يركب السلامة وياخذ الشيخه ديالو ويعترف بالناس الكبار هادي راه شي ولاد ديال الجدود ديال الوالدين هادشي ماشي ما بقاش داك القاعده ديال خوت الشيخه ولا اجي يركب صافي راك دابا كاين اللي راك بلا شيخ بلا والو لا والو راه ولات هاد القاعده ديال الشيخه تبعت 100 كيس وكيس حدي مشي خدام على حتى يخش عليه والشيخ راه يجي عاد بجرام وجوب تبسيمه شتي مغفل دي باغي تحسينا ملي سالت معاك دابا يبدا الحلم هذيك الكلمه تعيش فيها تي ديما هذيك الكلمه يعيش فيها الانسان ديما قلنا اللي ما عنده شيخ شيخ هو ابليس اللي ما عنده شيخ في هذه المهنه شيخ هو ابليس اي حرفه عنده الشيخ ديالك امين والله يتاوي من الخير امين ربي الله يحفظهم كاع الجميع كاع مال الخير الله يحفظهم كبير وصغير لا اللي هنا ولا اللي خارجين من هنا كاع الله يحفظهم امين شنو طلبوا لنا مولاي الفارسيه التقليديه ما تهمناش بها اغاني ولا تهمنا بار الرقم معقول فوق شعره السلامه من هذا المنبر تنقولوا الناس المسؤولين نهتموا بمولي الخير اهتموا بمولي
بالسلامة بالسلامة للجميع. كنبه الرؤساء الجمعية ديال واحد الميدادية الدولة خصوصا عمي انا سمعت قاعدتك الجهه ديال الغرب شويه ما كاينش اهتمام ماشي ما كاينش الناس ما متفقينش بيناتهم ما كاينش اللي دافع عليهم ما كاينش لا خاصهم يديروا يد فريد باش يبانوا بحال الجهات الاخرين ديال المغرب كامل. شوف الدوله راه خصها من جهه الجمعيه الكرامه والجمعيه الاخرين اللي جابوا بعضهم يديروا واحد الشله ويتوجهوا للوزاره الداخليه مثلا ويقول لهم خذوا الشرب ديال الغرب بعيد العقيده هما يدعموا الشرب لان كنشوف انا هذه افضل من المخجل المغرب. وجهة الغرب عمي راه من الاوائل من الجهات الاوائل اللي معروفه بالتلوريد. معروفه بالتلوريد مع واحد الكبار الشكل. الجهه ديال الغرب عندهم شي اسمها بالبلغه. كيفاش بالكباك؟ بالبلغه. بالبلغه. نعم. بالبلغه هو الباردي. عندنا احنا نعرفوا به احنا زرقاء وبارديه. احنا تعرفوا الشيخه. ولكن بالبلغه اللي كلاب. الغرب بالركبه بالبلغه. ركبوا بالبلغه. بالبلغه. هادو الغرب ولا شرقاء؟ الغرب الغرب بالبلغه بالبلغه اه بالبلغه الاصل ديالهم الاصل ديال السلاله ديالهم بالبلغه وبالجلابه وبالسلهاب وبالرزه هادي ركوب الغرب الغرب بحد ذاته راه كلهم شيخ على شرقاوه على شرقاوه اه شرقاوه راه ولدي راه مشيخ عليا اللي شيخته يركب الخيل وهاد السيمانه هذا الشعاوي بعشرة الليل الغربيه الغربي الشعاوي بعشرة الليل عاود يرا فيه شيء جديدة طبعا صادق ديالو صافي جديدة ما دير بحال بحال ولدي انا نمشي يخو هي كرنا شرقاوي الهزة شرقاوية وحتى شرقاوية الله يسخر ليه ان شاء الله ملي يجي العود تبارك الله شدينا في القنيطرة شديته في القنيطرة العود ديالو تبارك الله عاود مليح تبارك الله خليط عنده الخرطوم بيض ياك تبارك الله مليح العود تبارك الله الله يسهل لك منصور تبارك الله تا هو عنده واحد السليماني تبارك الله تبارك الله الله يصلحه ما تخممش اول عدل عدل يمشي حد يريد تسميته ابراهيم قال انا شيخه عندنا شال الخزانه ديالي بليداتي كامله دوك كبار وصغار راهم ولادي الله ينصرهم امين الله يحفظهم امين الله يكاويهم امين الله يصلح رايهم امين الكلمه الخايبه تاعك بيناتهم الله يحفظ ماي الخير كبير وصغير لا في البلاد ولا من غير هالبلاد الله يحفظ ماي الشروط ما يشوف ثقيله ما كان الكارت ديال فرنسا طويله الحمد لله رب العالمين دبا منصور زيد تبارك الله نقدم منصور تبارك الله على المعزة في سماء المغرب والأرض يزلزلها منصور حبوس زيد أخويا ايتيادين